مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، ويعني الحقيقة معنا أيضا يعني خبر مهم حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرات لخطورة الموقف الوبائي بالعالم بعد ارتفاع منحنى الإصابات بالعالم، ودعت لضرورة التطعيم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر ونعرف الوضع وصل لحد فين. معنا على الهاتف الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية وعضو الجمعية المصرية للحساسية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. أهلا بحضرتك. الحقيقة دكتور طبعا، أيوة دكتور حضرتك سمعنا؟ الصوت ضعيف جدا. طيب حضرتك سمعني كده كويس؟ احنا هنعلي الصوت لك حضرتك كده معايا؟ كده احسن، بس كمان علي كمان شويه. ماشي تمام يا دكتور. الحقيقه طبعا دكتور احنا دايما بنؤكد على ضروره الالتزام باجراءاتنا الاحترازيه حتى في ظل وجود اللقاحات، وحتى كمان الناس اللي اخذت اللقاح لازم برضو تلتزم بالاجراءات الاحترازيه، ولكن خليني ابدا مع حضرتك باهميه التطعيم في الفتره دي. طبعا احنا الفيروس دلوقتي اصاب حوالي 165 مليون في العالم، وكل الناس عارفه التدابير الوقائيه، يعني الناس كلها عرفت الكمامه وعرفت غسل الايدي وعرفت التباعد، ولكن في زياده في العالم كله. وحتى امبارح امريكا اللي هي فرحانه ان الاعداد قلت عندها، عامله حوالي 27,000، يبقى برضه في مشكله. وفي مشكله في الهند كل يوم يموت 4,000، فيبقى الفيروس لسه مستمر، والفيروس بيفتح جبهات جديده، والفيروس ليس امان، يبقى والاقتصاد اتعطل والتعليم اتعطل، فواضح ان في مشكله كبيره جدا مع هذا الفيروس. يبقى من خبراتنا بالفيروسات لا يستطيع احد السيطره على وباء جائحه بالشكل ده 220 دوله الا بتطعيم، والتطعيمات موجوده، اللقاحات اصبحت موجوده متنوعه وكلها متوافق عليها وكلها اثارها الجانبيه نادره، وبالتالي منظمه الصحه العالميه واحنا بننصح بالتطعيم. احنا عايزين تقريبا 14 مليار جرعه لتطعيم سكان كوكب الارض. مفيش، يبقى الاولويه هتبقى للاطقم الطبيه، المسنين، ذوي الامراض المزمنه، واللي هيبقى بعد كده على حسب كل دوله يطعم المواطنين اللي عنده. طيب دكتور، في نقطة مهمة جدا، وطبعا احنا دايما يعني في هذا المواضيع بالذات بنحب نعرف مشاهدينا التفاصيل اكتر واهمية الموضوع. يعني في ناس بتقول طيب انا دلوقتي اخد التطعيم ليه ما دام هو مش بيحميني حماية كاملة من الفيروس؟ فحابين حضرتك تؤكد لنا هذه يعني المعلومة وقد ايه اهمية التطعيم حتى لو هو مش بيحمي حماية كاملة. بص انا هتكلم، بس في مشكله عندي في الصوت ومش قادر اسمع كويس، يعني ورا انا في بوعاني دلوقتي. اعيد لحضرتك السؤال تاني. انا سامعك بس يعني انا عندي بوعات. بقول لك هنحاول نعليه تاني. يا ريت بس يعلو الصوت شويه لو سمحت. حاضر. بص واحد، ان احنا التطعيم، مفيش تطعيم في العالم 100% لاي مرض، اي مرض حتى شان الاطفال. واحد. اثنين، ان التطعيم ده مش هيحمي من العدوى خلاص، ولكن ده هيحمي من دخول العدوى لحاله شرسه وحاله حرجه والمرض الشديد، وكمان بيقلل الوفيات. يبقى ده كويس جدا. يبقى واضح، هشوف الحالات دلوقتي في امريكا اللي كانت بتبقى 300,000 حاله في اليوم، دلوقتي بقول لك 27,000. نفس الشيء في بريطانيا. يبقى الدول اللي استخدمت الطعامات عدد كبير من المواطنين، كل ما الطعم اكثر الحالات بتقل. الحالات بتقل ليه؟ لان اما بيبقى المضاعفات بتقل، فبالتالي فتره المرض بتقل، وبالتالي ده بيخفف الضغط على المستشفيات، بيخفف الضغط على الاسره نفسها، وواضح فعلا ان في انحسار في الحالات. يبقى الامل ان احنا نطعم كم كبير من المواطنين عشان نوصل ما يسمى مناعه مجتمعيه. المناعه المجتمعيه لو خدنا 60 او 70% من المصريين، لو 70 مليون مصري اتطعموا، يبقى خلاص انسى الفيروس ده خالص. طيب دكتور، في ايضا نقطه مهمه دلوقتي، اللي اتصاب بفيروس كورونا وتم التعافي الحمد لله، هل يقدر ياخد التطعيم بعد فتره زمنيه قد ايه من التعافي؟ 90 يوم. 90 يوم. هو في اقاويل 90 يوم؟ 90 يوم، بس الافضل 90 يوم، 3 شهور. لكن ما ينفعش ياخد التطعيم وهو يعني مصاب. لا لا. ده اللي احنا بنؤكد عليه، لكن بعد التعافي ب 90 يوم يقدر ياخد التطعيم عادي. طيب برضو سمعنا بعض الأخبار أو في ناس بتتداول مع بعضها، برضو حابين حضرتك تؤكد لنا، ويعني لو في أي أشعة فيها، اللي هو موضوع أن في تخوف من الإصابة بالتجلطات يعني بعد التطعيم،
يعني بالنسبة لأنواع معينة من اللقاحات، حابين حضرتك تأكد لنا برضو المعلومة دي. هو اللي حصل إن في أما تضعمه أوروبا أعداد كبيرة من المواطنين لاحظوا إن في جلطات، فشافوا الجلطات في معدلات الجلطات، لأن المعدل ده طبيعي جدا وفي كل مليون بيبقى فيه 5 جلطات، وده ماشي مع المسلمين، احنا طعم الناس الكبار في العمر وهكذا دول عندهم امراض اصلا، فده عادي، لقوا النسبه عاديه في بعض الدول والنسبه اقل من الطبيعي في بعض الدول، وبالتالي منظمه الصحه العالميه قالت لا هذا كلام غير اكيد، وبالتالي طعمه ما تخافوش. يبقى دي احنا ناخد الحاجات العلميه المؤكده. ما تقلقوش. طيب في ايضا يا دكتور معلش انا اسف على الاطاله بس الموضوع مهم جدا، حابين برضو حضرتك تقول لنا احنا برضو في بعض الكلام اتقال ان يعني لا قدر الله لو واحد ساعات بيجيله هذا الفيروس وما بيبانش عليه اي اعراض خالص يعني ما بيبانش عليه اي حاجه، فممكن هذا الشخص ياخد التطعيم ويقال ان لو خد التطعيم وهو عنده حامل الفيروس ده بيبقى خطر عليه، فازاي الشخص يقدر يعرف؟ هو اول شيء ما حصلش حاجه زي كده، واحد. اثنين، هو حتى الناس اللي هي ما ظهرش عليها الاعراض دي اصلا مناعتها كويسه، يعني ما يخافش هو ما يعني انا اقصد لو راح ياخد التطعيم يعني خلينا نتكلم بالبلدي كده. الفيروس لما جه في الصين في ووهان هو ده الفيروس الحقيقي، ده الفيروس اللي 100 ده القوي جدا، ده اللي كان قاتل كويس، وده اللي موت الناس، يعني الوفيات اللي حصلت في العالم كله من الفيروس الاصلي بتاع ووهان. بعد كده الفيروس حصل تطورات، كل الاجيال الجديده كل السلالات الفيروس صراحه هو الخسران، لان القتل بتاعه قل، قدرته على القتل قلت جدا، الضراوه قلت، بس هو قدرته على العدوى زادت، فالناس فاكره ان ده لسه الفيروس على الصين، لا ده مختلف تماما. الناس بتموت ليه في الهند مثلا؟ بيموت عشان سوء التغذيه، الهند من اكبر دول العالم في سوء التغذيه، الناس ما بتاكلش اصلا لحمه و و و و و فعندهم امراض كتير جدا، اي وباء جيلهم هيموتهم، وبالتالي الوفيات قلت في العالم كله، وفيات قلت، نسبة الضراوة قلت، الحمد لله ده الناس اللي مات، يعني بيني وبينك اللي مات هو اللي كانت مناعته واطية جدا، واللي عاشوا اللي احنا من ضمنهم مناعتنا احسن من اللي ماتوا، ادي واحد دي قاعدة لازم تعرفها دي. بعد كده الفيروس بقى الجديد بيعمل انتشار سريع جدا، اللي هيموتوا دلوقتي بعد الشر برضه مناعتهم احسن من اللي ماتوا زمان السنة اللي فاتت. طيب اللي ما جالهمش خالص، اللي ما جالهمش خالص مناعتهم صوبه. طيب الناس اللي بيجي لها عدوى ما ظهرش عليهم اعراض برضه مناعتهم جيده. ما تخافوش من الكلمه دي. لكن ما حدش يا دكتور بيؤكد ان لا قدر الله اللي حامل الفيروس ومش حاسس بيه واخد التطعيم يعني ما يحصلوش حاجه. لا دي لا ما فيش حاجه علميه، وبعدين حضرتك كل حاجه جديده بتيجي، يعني مثلا كل حاجه جديده مثلا فرضنا حصل حتى دلوقتي على الكورنيش عندنا وانا شايفها بعيني، اتنين خبطوا في بعض وما حصلش حاجه، خلاص ده كان ايام الخبر لما كنا بالليل بننزل بالليل، تيجي بالليل خبر ينشر في البلد كلها يقول لك مثلا 20 واحد اتعور، عربيه 20 عربيه اتكسرت، يبقى في ناس بتحب تزود، صح، وطبيعه الانسان بيحب يظهر ان هو ابو العريف. مظبوط، عشان كده احنا بنحاول عشان كده احنا بنحاول نعرف الحقيقه للناس. كل واحد يزود، لازم يزود لك حته، يقول لك ان انا ايه؟ انا عارف، انا نصحتك، انا فاهم، استنيت فتره عشان اقول لكم ازاي تعالجوا هذا المرض، هو اصلا مش دكتور، يعني كده وخدوا اعشاب ما اعرفش ايه، وخد شويه ميه سخنه، وخد الاعشاب دي، يعني زي ما انت شايف بقى. ما احنا عشان كده برضو يعني بنسال حضرتك. طيب يا دكتور، في ناس بتاخد يعني اللقاح وبعدين بتشعر بسخونه عاليه جدا وهمدان وتكسير، تعمل ايه ساعتها؟ لان برضو بيجي لها حاله من الذعر برضو لما يجي لها السخونه. الاثار الجانبيه سجلت في العالم كله في مصر او غيرها، حتى وزيره الصحه المصريه بتقول هاله زائد واحده وتطعين، ايه اللي بيحصل؟ ارتفاع في درجه الحراره حوالي نص، شويه تكسير في العظم ما اعرفش ايه، يقعد مثلا يوم ونص يومين يخف لوحده، يخف ياخد اي حاجه مسكن بسيط وخلاص مفيش اي حاجه، ده عادي جدا زي اي تطعيم في الاطفال لما بناخده في الاطفال، يقول لك راح شويه مكان الحقنه ورم، مكان الحقنه احمر شويه، لكن لا قدر الله ما تؤديش لحاجه صعبه يعني. لا مش عايزين اي مزعجلات، مش عايزين اي مبالغات، خلينا امناء في الكلام ونقل الكلام، لان الناس بتموت وحرام، يعني شوف 4000 واحد في الهند كلهم بيموتوا حرام. دلوقتي طيب. في النهر في حاجه اسمه نهر الجانج في شمال الهند، نهر الجانج، نهر الجانج ده مشهور جدا، نهر الجانج ده تبص عليه دلوقتي الجثث طافيه فوق، جثث بني ادمين، جثث طافيه فوق النهر، مفيش مكان يدفنوهم، ما معهمش فلوس يجيبوا حطب عشان يحرقوهم، وبالتالي الاسر الفقيره اللي جالها حد ميت يروح رامي ابوه في النهر، يرمي ابوه ويرمي في النهر. طب يا دكتور الحوامل ياخدوا التطعيم؟ لا لسه، الحوامل الاطفال لسه.
يعني الحوامل والاطفال يعني لسه ما يعني ما ياخدوش التطعيم لغايه لما يثبت يعني الموضوع. طب بنجيب هنعمل ايه؟ يطلع تطعيمات جديده ولا يحصل ابحاث جديده تقول ان هم ياخدوا؟ لكن دلوقتي لسه وهم دول مش اولويه، الاولويه دلوقتي اللي قلت لك المسنين وامراض المزمنه. الاطفال اصلا وفياتهم نادره جدا والحامل برضو كده، فبالتالي الاولويات هي الفئات الخطره. طب دكتور بعد اخذ اللقاح يعني ايه المده اللي بيكتسب فيها الجسم المناعه القويه بعد اللقاح؟ بتبقى مده قد ايه؟ بعد اسبوعين ل 21 يوم على حسب كل انسان بتبدا المناعه تتكون، بس المناعه اللي احنا عايزينها بنسبه عاليه توصل مثلا 90 96 99 99% على حسب كل لقاح بعد الجرعه الثانيه. بعد الجرعه الثانيه والجرعه الثانيه بتختلف. تمام يعني تمام. اختم مع حضرتك يا دكتور، بنسمع ان احتمال يكون في موجه رابعه، حضرتك برضو اكد لنا المعلومه دي. هي منطقيا اذا الشعب بلاش، انا مش بتكلم عن جمهوريه مصر العربيه، اللي بيسمعوني دلوقتي كلهم بيقولوا ناس مثقفين وناس هيسمعوا الكلام، ولكن فرضنا شعب ما، مش هقول على ايه اسمه، شعب ما في دوله ما جاهل، شعب ما بيسمعش الكلام، شعب غير مثقف، شعب ما عندوش صابونه في الحمام، شعب خايف، واحد ماشي في الشارع وخايف يشتري كمامه، واحد بخيل يقول لك انا مش هجيب النظافه، مش هنضف الارضيات، يبقى هيحصل فيه ايه؟ هيجي عنده ربع وخامس، هيبقى عنده موجه رابعه وخمسه. يعني في دول دلوقتي في الرابعه، وفي دول هيشتغل خمسه، وفي دول هتقعد كده ولا 10 كمان، لسه سنين قدامنا كتير. في دول ما عندهاش تطعيمات اصلا، في دول يعني معنى كلام حضرتك ان احنا علينا دور ودور كبير كمان. ايوه دكتور؟ طيب احنا طبعا اسفين على الإطالة يا دكتور، ولكن انا بشكرك على هذه المعلومات لان فعلا الموضوع مهم جدا، ويعني ربنا ينهي هذه الجائحة بخير يا رب. بشكرك جدا دكتور مجدي بدران، استشاري الامراض الصدرية وعضو الجمعية المصرية للحساسية، بشكرك شكرا جزيلا.